الله اكبر. انت خلي غادي يحل السيد. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من عين سلوقي البساتين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، المهم جلسي 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 مسكين شي بلايصه جلسي. اجي اخويا سير، اخويا سير سير، اخويا مراد سير، ابشر ياك ابشر. لا راه ما كاينش فين تجلس، وريه وريه وريه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، قصه غريبه جدا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هذا الشاب اللي امامنا مراد، والوالده ديالو اللي كتشوفوها مسكينه هي اللي شاده من يدو. هاد الشاب كيطلب في السويقه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هنا كيضل يقلب على رزقه ورزق وليداتو ولقمه العيش ديالو. نعم غادي نخليكم معاه، هما اللي غادي يقربونا من هاد الواقع اللي كيعيشوه. هاد الناس كيقول لك ان هو الام ديالو هي العكاز ديالو، هي اللي كديه هي اللي كتجيبو. كتقول لك من بعد وفاه الوالد مراد هو اللي كان هازنا بسبب السكر، مراد عويناتو حتى هما مشاو. هاد مراد اللي كنشوفوه الان كان كيدير واحد الدابه حمير حشاكم، وكيجي للسوق وكيجي كيجي من مجاط 3 كيلومتر كيجي حتى لهاد السوق هذا باش يترزق الله ويصرف على 8 ديال الخوت مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. ولكن القدر والقضاء والمحن ملي كتجي كتجي اتباعا، هذا هو اللي كاين. مشاو ليه العوينات ديالو، مسكين ولا كفيف دابا، راه ولا كيمشي على رجليه حتى المجار. هو هاد المهمة اللي كنشوفو حداه. غادي نقربكم من هاد القصة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ولكم الأجر. هاد السيد اللي غادي نقدر نقربكم ليه أكثر وأكثر، والله العظيم مشاهدينا وللأمانة، والله ما اتصلوا بينا هما، اتصلوا بينا ولاد الدرب، ولاد الحي ديال عين سلوقي، اللي قال لك أجي أخويا أجي أخويا الناس ديال شوف تيفي، وصلوا هاد الحالة. حنا راه درنا اللي علينا، ولكن الغالب الله، هذا هو اللي كاين. غادي نخليكم مع المهمه، هي اللي غتحكي لينا كيفاش وصل الولد ديالها لهذا الوضع هذا اللي كنشوفه الان، ما بقاش كيشوف بعويناته. نعم المهمه ها الميكرو عندك، تحط ليها انت مع وليداتك مع المغاربه، اشنو واقع لك؟ كان وليدي الدري كيمشي وكيترزق الله وكيجيبنا اللي قسم الله. نعم المهمه. ودابا وليدي من اللي عمى. شحال دابا باش عمى؟ دابا تقريبا شي 3 سنين. شي 3 سنين. وشحال دابا باش توفى الوالد ديالو؟ 8 سنين. واش كتجيو ديري هنا في السويقه؟ هو كيجي يسعى وانا كنقودو. الله الله. ما كنلحقو ما ناكلو، ما كنلحقو ما نشربو. الدراري الاخرين كلاو دار عشتو، بقاو يدوها فيا، بقاو يعرفوني. الا خطاني هذا وسع ما سعاش هذا وما كليش، انا ما عندي اللي غيفكني. هذه هي الحياه. بحالك. بحالك. دابا تسالي من هنا، علاش كتجيو دابا؟ كنجيو هنا مع الصباح كنمشيو حتى العشيه. الله الله. الا ما ديناش ما ناكل ما عندنا اللي وكلنا، الا ما ديناش باش نركبو ما عندناش اللي ركبنا. كنركبو في الكيران كيزدحونا كيقولنا لنا رجعوا من بعد ما تركبوش، واش نمشي ثاني ساعه باش نركب. عييت ما نسايش هنا في السوق وكتجيبي وكتدبري وكذا، شحال يعني كيجيب الله شي حاجه؟ كيجيب الله اللي قسم الله، اللي قسم الله هذاك الشيء كافي. شنديرو اللي قسم الله كناكلو. اللهم لك الحمد. كيبقى وليدك ملي كتشوف؟ كيبقى شويه، الا ما بقى شويه وليدي ما غنقودوش. انا كرانو راه بوليداتهم. اه جوجتو وسمحت بيا المراه، قلت له الله يعاونك. ياه. اه مشات بحال عمات صافي عمات مشات بحالاتها، هذا عام باش مشات. سمحت فيه؟ سمحت فيه، مشات بحالاتها. ما لحقنا ما ندير. العوينات صافي مشاو للعوينات، قالت له ما عندي ما ندير بيك. اه صافي. باغي صافي باغي غير الراجل وباغي الفلوس. ملي مشاو لعويناتو صافي مشا صحيحتو، مشا لعويناتو، مشا لكل شيء. ما تلاش لي حاشيه هنا، ما تلاش لي دافي. خوتو كرهوه ما بقاوش يزوروه، ما كيزورو حد، ما كيقلب فيه حد، ما كيسول فيه حد. الا قتلتو انا ما قوتوش ما كيجيش ياكل. الله شكون اللي عجبنا؟ كان بكري كيوكلني وشربني، عمري ما تعزمت. ودابا اللهم لك الحمد. راضي عليها المهم؟ راضي عليها، مفرشاه برده ومغطيها به. انا مفرشاه بالرضا ومغطيه به، هو وليدات المسلمين. كون نسمع الرضا كي هما راه مرضيين بحالو بحالو. الله انا مفرشاه لهم ومغطيها به. واخا نسمعوا مراد الوالده. مراد شد خويا الميكرو، ها هو عندك. بغينا نسمعوا المغاربه دابا، باغيين يعرفوا القصه ديالك اخويا مراد، كيفاش وصلتي لهاد الحاله؟ كيفاش مراد كان بخير كان كيخدم على راسو؟ كنت اخويا خدام في السباقه اللي تنجم نكتب الله كل نهار، ومن تو عميت معايا الغالب الله. كيفاش عميت اخويا معايا؟ كان بلادني هادي
شنو بداك؟ كان فيها الدم. من دوز أما دوري ليزر هاد العين. ومن جا دوري ليزر طالع ليا سميتو كان يدوري العملية من قلبوني لقاو فيها الدم جاري وهشاشة العظم. عندك الهشاشة ديال العظام والدم جاري. من جاو ليزر صافي كملوا لي هاد العين هادي. صافي طفاو بجوج. ما بقيتيش كتشوفني كاع؟ لا. وكاين شي امل باش تعاود تشوف الاول؟ لا قالوا لي كاين الامل خاصني نشوفو نقادوك الدم البيض مع الاحمر يتقادو نيشان. ودابا يعني مورا فاش طلعوا العوينات القويه كيفاش القليل ديال المراه زادت وقلات؟ هذاك شوف اخويا. كنتي مزوج والد معاها لا؟ لا. ما كنتش والد معاها. قالت حنا داتها. قالت لها هذا ولا كفيف صافي يلا بحالك. ما صالحش. ويا كفيف وخدام وكتمشي تسعى وتجيب. كنسعى ونجيب لها اللي خصها. ياك اخويا. هاو تشوفها انت الغرب الله. وبارك عليك مهمتك دابا انت هز مهمتك. ها مهمتي تسكن هي عاودي. ياك اخويا. يا ويناتك. الله يخصها لي مهمتي والناس كامل. دابا ملي كتسالي من هنا شحال فين كتمشي؟ كتمشي للمجرات. على رجليك. على رجليك انت والوالده. انا تركب على الحمير ومي تمشي مسكين على رجليها. ها الناس كل مسولهم. نعم وشنو بغيتي من المغاربه اللي كيشوفوك الان واللي كيتاسفوا لك وكيقول لك والله يا واش ما عاونونو ردع وينات شحال الله صحيحتيو. قرب الميكرو شويه عندك. بغيت ندير العمليه العينيه وصحيحتيو والبركه الله اللي يقسم الله. دابا هادشي اللي كتصور هنا كتصرف فيه على داركم. اما كلتش خوتي ما كاين اللي يوكلهم. شحال خويا دابا؟ حنا بين 8 وامي تبارك الله 9. ما عندي جوج عيال وكاين اختي عندها جوج دراري وبنت وحده عندها دري. حتى هي عايشه معاك؟ ايه وشدي. كلشي من مراد. كلشي من مراد. انا وشي بعويناتك. هادشي الدار وشوف. دابا اللي غريبه مراد. اللي غريبه مراد هو الناس كتقول لك انه انت ما كتشوفش. كيفاش غتهز هاد الحمل هذا؟ الناس راه بعينيه وصحتها متغلبه. هادشي كتب الله. بلاتي المهمة. هادشي اللي كتب الله. شنو تقول الناس اللي كيشوفوك الآن واللي بقيتي فيهم؟ شوفهم حالتي. كيبقى في كراسك أخويا مراد؟ بقى فيا أخويا تلقى فيا فين كتب على الله. ما كانش أنا ولي بعويناتي وصحيحتي. خصوصا أنت كنتي كتشوف. أبغي تسير البيت الماء ما كاين يديك. يلاه. خصوصا انت كنتي كتشوف ماشي مع كنتي اشوف يعني ملي تتأقلمتي معاه كي درتي حتى ولفتي هذا الوضع الجديد اللي وليتي فيه؟ ايوا هادشي كتب الله. ما بغيناكش تبكي دابا ما بغيناكش تبكي خويا حنا بغينا نسمعوكم وما بغيناش دموعكم. الدموع شوف دموعكم غاليين المهمه دموعك غاليين الله يصبرك والله يعاونك خير في هاد الوليد هذا وان شاء الله راه 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 شوفهم حالتنا. لا اله الا الله لا اله الا الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتمناو انه نبارطاجيو هاد البث المباشر على نطاق واسع لانه هاد الناس لا حيلة لهم. خليك معايا مراد هاد الناس راه لا حيلة لهم مساكن. وضع صعيب وصعيب وصعيب. امامنا كفيف الان كنسمعوا هاد الكفيف هو هو اللي معيش 8 ديال الخوت والوالده ديالهم اللي كنشوفوها مسكينه مسنه الان امامنا وعلى المباشر مقهوره مقاده يعني دموعها كنشوفوا فيها على المباشر مشاهدينا. هذه دموع القهرة هذه دموع الحاجه دموع ديال الفقر دموع ديال انها ما وصلتش داكشي اللي بغات دموع ديال انها كتبكي على ولدها اللي كتشوف فيه انه 30 عام كان ممكن انه يكون وضعه احسن من هذا الوضع هذا ولكن الفقر كما كنقولوا كاد الفقر ان يكفر. فها هي الوضعيه كما كتشوفوا ديال مراد. شوفوا حاله رجليه مسكين كيدايره صنيديله ديال الميكا شوف حتى اللحم ديالو كيداير. نعم نعم شو يعني كله حبوب مسكين كله يعني في وضعيه يرثى لها مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. خاصو النقا خاصو النظافه خاصو بزاف ديال الحويجات السروال مقطع عليه ووضعيه انسانيه كنتمناو انه تدخل القلوب الرحيمه وهذا نداء
لكل اهل مكناس كنعرفوهم الحمد لله واهل مجاط. ملي كنتكلموا على مجاط فراه كنتكلموا على واقيلا ثاني منطقه او اول منطقه فلاحيه بالعاصمه الاسماعيليه او بالاقليم ديال مكناس. هذا نداء لكل كبار المنطقه ولكل الناس ديال منطقه مجاط انهم يكونوا مع هذه الاسره، ما غيرضاوش وما غيقبلوش يشوفوا ولدهم ولا بنتهم انهم في هذا الوضع هذا وفي هذه الحاله. ها هو مراد كفيف محتاج اليوم. انا تبارك الله كنعرفوا الفلاحه ديال مجاط فينا هما، ممكن ان كل واحد ولو غير 0.1 من داك العشر ولا من ديك الزكا يخلي هذا السيد هذا ما يخصو حتى شي خير. هذا هو اللي كاين مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، لانه هذا السيد محتاج. الناس كيبكيو معاكم المهمه. كنتمنى توصلوا الرساله ديال هاد الناس هادو لانه الدال على الخير كفاعليه. تواجدنا الان في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون عنده افاده من خلال اننا نفيدوا هاد الاسره ونفيدوا هاد الشاب، هاد المرضي الوالدين اللي اعطى درس لدوك اللي بصحتهم واللي برزقهم وما عاقلينش على والديهم. هذا شكل من اشكال مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي كيورينا التناقض الحقيقي ديال الدنيا. في الوقت اللي كنقدروا بعض المرات كتشوفوا بعض المواضيع كنصوروا مع بعض الناس اللي كيكونوا مساخيط الوالدين بهذا المعنى ديال مسخوط الوالدين، ناكر والديه ولا ناكر امه وبصحته بادرو كما كنقولوا بكل شيء ليه وما عقلش عليهم. ها هو اليوم معنا واحد اللي هو مراد ما بقاش كيشوف كفيف مشاهدينا ومازال هاز الحمل ومازال كيقول لك راه انا اللي ما دخلتش انا على امي وخوتي ما ياكلوا راه ما غاديش ياكلوا. اذا الدنيا والله الا كتحير بالله، والله الا الدنيا كتحير، ولكن هذا امامنا درس من الدروس مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي لمن يهمهم الامر اللي مخلي على والديه واللي مخليهم بعاد عليه. تهلاو في الوالدين لانه بالرغم من كل شيء هالطابع عنده، ولو انه مشاو العوينات كيقول لك انا مهمتي هي كل شيء. وخويا كلمتك الاخيره واش بغيت تقول للناس اللي كيشوفوك الان على المباشر واللي اللي تاسفوا لهذا الوضع اللي كتعيشوا اللي مراد شنو بغيتي من المغاربه اللي كيشوفوك الان؟ عاونونا خوتي وردوا لصحتي عاوناتي وعطونا اللي قسم الله. ياك ما بقيتيش قاد تطلب؟ ها؟ ما بقيتيش الا عاونوك الناس وعطاوك وهذه غتبقى تجي للسوق تمد يدك؟ لا ياك اخويا ايوا ما عجبكش؟ ما رضي ما تعجبو انه يمد ما ترضاش كاع كنسعى والله ياك اخويا ما كترضاش؟ ما رضيش خصوصا كنتي خدام. خدام كيبيع معاه. نعم عطي الوالده. العمل المهمه شنو الكلمه ديال الوالده؟ انا يقينا. الله يرحمكم الوالدين اخوتي لما شافوا قالوا جا الله راه كان خدام عليا ومكني ومشربني ودابا انا ولدت في اخر ايامي كنسعى على وجه هذا الولد ما لحقت ما ندير. كان كيقال واحد هاز اسره اسره كان هازها والله يفرشوا برده وغطيه برده هو خوت المسلمين. انا راضيه عليه. كاع اللي خدام على والديه. كاع اللي خدام على والديه انا مفرشها برده ومغطيها برده. واللي مسخوط والديه لهلاه وصلوا لديك الحاله. انا كنطلب من الله يكونوا كلهم مراده وكلهم كي قال واحد كيعاونوا والديهم باللي قسم الله. انا وليت نسعى وليت نمد يدي اللي ما عمرني مديت يدي. شوفوا قالوا جا الله خوتي باش ما قسم الله. ما قسم الله خوتي ناكل داك الطرف ديال الخبز انا وليه. تيدبني ولا ندبني. كنتمنى من الله يولي له صحيحته ودو عويناته ورجيلاته. شوفوا غير حالته كي دايره اخوتي. نعم شوفوا اخوتي غير حالته كي دايره. والده شكرا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر كما كتشاهدوا معنا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي خدينا من عند هاد الناس هاد الوقيته باش نقرب لكم الحاله ديالهم. كنتمناو انه رساله مراد والوالده ديالو هالحاله ديالهم. كنتمناو كذلك اللي بغى يجي يعطيهم يعاونهم باش ما عطى الله الرقم ديالهم. وكنتمنى كاع الناس يسجلوا هذا الرقم في لي كومونتير 06 79 85 79 03. هذا هو الرقم ديال مراد، هذا هو باش كيتحرك مراد، هذا هو الرقم ديالو. مشاهدينا ما فيهش الواتساب على ما اظن. ياك مراد ما عندكش الواتساب في هذا النمره خويا؟ لا واخا. مشاهدينا مره اخرى كنوجه التحيه لكل الناس اللي معايا كاع الناس اللي بارطاجاو هذا البث المباشر لانه الدال على الخير كفاعليه. الى هاد الناس ولاو بخير وما بقاش مسكين كيجي للشارع وما بقاش كيجي كما قال لك انا ما راضيش، لانه كلمه صعيبه وصعيبه. قال لك انا ما راضيش نمد يدي وما راضيش نقول للناس عطيوني، حيت كنت كنجيبها بعرق كتافي وكنجيب داك الشيء اللي قسم الله وكنبيع ونشري مع راسي وكنمشي بحالي. شكرا للابناء
عين سلوقي. الاخوان اللي حاضرين معنا الان كنوجهوا لهم التحيه، الله يجازيكم بخير اخوتي واجركم لله، وهذو هما المغاربه. نعم خويا الناس هادو، نعم في درت معهم واحد الفيديو في القناه ديالي. نعم مشاهدينا، خويا علال الله يجازيك بخير، عاونوهم الناس شويه ولا لا؟ نعم كنتمناو دابا ها هي مره اخرى حنا عاودنا معاهم، كنتمنى الناس يكتبوا هذا الرقم هذا في لي كومونتير 06 79 75 79 03، والله لا يضيع اجر المحسنين. شكرا للشباب بناء حي عين سلوقي او الباساتين على هذا العمل اللي قاموا به، وهذه دعوه لكل الناس اللي شاف شي حاله، فراه كما كنقولوا اللي شاف شي حاجه حاول يتحرك، حاول يتفاعل، فكاين الحمد لله السبل موجوده. ما نشوفوش الحاله ونديروا مرور الكرام ونخليهم بحال هكاك ناعسين، كيبان لك واحد ناعس في الطريق وما كتحرك فيك حتى شي حاجه، فهنا راه الا ما تحرك فيك والو راه هو على الدنيا السلام، لانه المسلمين الحمد لله وخصوصا المغاربه راه حنا القلب الحنين والقلب الطيب، راه بنادم كيحيدها من جيبه كيعطيها لخوه المحتاج. كنتمناو توصل هذه الرساله هذه وما يمشيش هذا البعد التضامني من الشخصيه المغربيه، لانه هذه هي القوه ديالنا والدليل على هذا هي كورونا، وشفتوا كيفاش كنا مع بعضياتنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خليت لكم مراد الوالده ديالو امانه عندكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وبكم انتم اقولها واكررها، نحقق المعجزات. بارطاج ديالكم نقدروا نوصلوا هذه الحاله هذه، وهاد الناس ما يبقاوش يمدوا يديهم ونغيروا الوضع شويه ويمشيوا بساكن، راه كيعيشوا غير في عشه في مجار. كنتمنى اهل مجات توصلهم الرساله، وكذلك اهل مكناس اللي بغاهم يعيط لهم ويجي ويمشي حتى لعندهم، ما يعطيهمش في يديهم، يمشي حتى لعندهم. عندكم حوايج، عندكم فراش زايد عليكم، عندكم شي حاجه ديروا الصدقه، راه الصدقه الاجر ديالها كبير، راه الصدقه واقيلا راه الميزان ديالها راه اكثر من بزاف ديال العبادات اللي كنديروهم. انت كتصلي 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 وما كتصدق ما والو، فعاون بالصدقه راه تخرج من النار. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء. كان معكم منير معطاوي من عين سلوقي، الى اللقاء.